علمائنا المرحوم السيد نعمة الله الجزائري آية الله، عالم كبير، هذا جاء إلى درس العلامة المجلسي رحمة الله عليه الشيخ محمد باقر المجلسي، خلوا قرار الذي يموت أسرع يأتي بحلم الصديق الثاني يخبره ماذا جرى. في تاريخ 27 رمضان 1111، 1111 توفى المرحوم الشيخ محمد باقر المجلسي رحمة الله عليه. اتعطلت الأسواق، شيعوت الشيع ضخم ودفن رحمة الله عليه. سيد نعمة الله الجزائري منتظر سيد محمد باقر متى يجي في حلمه، عندهم قرار في عالم الدنيا. مضت أيام، يوم من الأيام الشيخ المجلسي جاء في حلم السيد الجزائري، قال الشيخ محمد باقر كان قرارنا أسرع تجي. الشيخ قال ليس الأمر بيدي، إذا مات الإنسان الأمور مو بعيدة حتى أتمكن براحتي أجي في حلمك. الآن أذنوا لي أن أتي. زين، ماذا جرى؟ باختصار قال أنا كنت مريض وإجوني الأطباء ما أتمكنوا، وحسيت كل جسمي في ألم في وجع، كنت نائم في الغرفة، زوجتي وأطفالي في البيت بالحوش مشغولين بأعمال وأنا في الغرفة. فمرة شفت الباب انفتح، دخل علي إنسان ما رأت عيني أجمل منه، جميل جدا جميل. لأن في الرواية ملك الموت عليه السلام يجلي المؤمن بأجمل ما رأت العين، ويجلي غير المؤمن بأقبح ما رأت العين، منظر جدا مخيف، بعيد عنكم إن شاء الله. فتح لي الباب، شفت إنسان جدا جميل، لابس ملابس بيضاء، متعطر بعت لم أشتم مثله في الدنيا، جاء وجلس عند رجلي. أنا صورت طبيب، أنا حي بعد إذا أشوفها هذا أشوف طبيب. سلم علي، قلت له عليك السلام. قال إيش فيك شيخ محمد باقر؟ قلت والله كل جسمي في ألم. قال لا ما عليش، لا تخاف، خلي إيده على رجلي. قال ها شلون؟ قلت جزاك الله خير، رجلي ارتاحت بس الألم صعد إلى الركبة. مسح إيده أكثر، قال ها، قلت رجلين ارتاحت، الألم اجي إلى بطني، مسح على بطني. قال عجيب طبيب هذا، أحسنت، وصل إلى صدري. يقول في لحظة واحدة حسيت بالاختناق، في ثانية فد مرة شفت أنا هون جسدي هون، صرنا اثنين. أنا كنت طلعت من الجسم، صار انفكاك بين الروح والجسد، فأنا صرت جثة، الروح واقفة تشوف. بمجرد أن أنا صرت جثة، هذا صديقي ودعني، راح ملك الموت عليه السلام، دخلوا بناتي وأهلي ويلطمون يبكون. كل ما أنا هذاك الروح كل ما أقول يا جماعة أنا ارتاحت، الآلام راحت، ليش تبكون؟ لا تلطمي على وجهك، لا تبكين، ولكن ما يفيد، يبكون يلطمون. شالوا الجثة وأنا مع، أنا الروح مع الجثة، خلوا في تابوت، حملوني إلى المغتسل. طبعا هاي صفات المؤمن، خلوني في المغتسل، شايفين العريس ليلة العرس لمن يروح إلى الحمام شلون فرحان؟ ودوني إلى المغتسل أنا فرحان، غسلوا جسمي، جابوا لي أكفاني وكأنها ثياب ليلة العرس، أي للمؤمن لا تنسوا، لبسوني الأكفان، استأنست، نسخت الجسم القبلي، تركته، جسمي صاير تعبان من هذه الدنيا، ملابسي نبذتها ملابس جديدة. حملوني إلى القبر، قبيل القبر حسيت بخوف،
مكان غير مألوف، هذا يلول المطلع. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الثاني كان يبكي في سكرات الموت، قيل له يا ابن رسول الله مما تبكي؟ قال أبكي من خوف المطلع، لأن لحظة بعد ما تشوف عين الدنيا خلص كل شيء انتهى، راح ينزلوني الآن في الحفرة. فجابوني إلى الحفرة، أنا دا أشوف، أنا يعني الروح قلت إذا دخل والجسم ما روح وياه، ولكن كأنه واحد أجبرني دفعت مع الجسم دخلوني. دخلت القبر، وضعوا اللبنات، أعز إنسان علي بكوا لحظات، ولكن اجوا شوي شوي سلوهم أخذوهم راح. صرت وحيد، كل ما صحي بنتي فلانة، أخي، أختي، ولدي، الكل راح. وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي، وفي القبر وحشتي ووحدتي. راح سمعت صوت من قبل رب العزة، عبدي أوحدوك أوحشوك، فما خلفت لليلتك هذه. هذا ليلة أول القبر الجايب وياك. فكرت، قلت إلهي، كنت أصلي صلاة جماعة، قال هذا لآخرتك، ليلة أول القبر إيش عندك؟ إلهي رحت للحج، قالوا هذا أيضا لآخرتك، ليلة أول القبر إيش عندك؟ كتبت الكتب، قالوا انت كتبت كتب الناس، قالوا لك احسنت، حصلت اجرك من الناس لله، ليلة اول القبر الجايب. كل ما عدت شفت كأنه ما عندي شي خالي اليدين. اتذكرت قضية، اسمعوني هاي مهمة. يوم من الايام كانت بيدي تفاحة، امرأة حاملة طفل تقريبا عمره سنتين. الامرأة تمشي أمامي، أنا خلفها دمشي بالشارع، دا نمشي كل واحد بطريقة. الطفل أمه شايلته وجهه لي خلف، أمه تمشي معه. التفت في حال المشي قال أمه أريد هاي التفاحة. أنا شفت الطفل، التفاحة أعطيته للطفل لله. بعدين تبين هذا الطفل يتيم كان. الأم لما شافت أنا أعطيت التفاحة شكرت من عندي، هذا هو. قلت إلهي فرحت قلب يتيم بتفاحة، قال هذا مقبول منك. ما ندري نظام الله شنو. بعد هذه الكلمة انفتح من أمام رجلي شباك، فرأيت روحا وريحان وجنة نعيم لا توصف. القضية تبدي من نقطة صغيرة أخواتي، تفريح قلب طفل سنتين عمره يتيم. الله يحب هذا إدخال السرور في قلب المؤمن، في قلب الطفل، في قلب الطفلة. هاي أعمال تفيدكم لعالم البرزخ. ما قدمت لليلتك هذه.